السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة لمونة لايف. اليوم غنقدم لكم واحد البيتزا ديال الدار زوينة، نتمنى تجربوها وتعجبكم. ندوز للمقادير. هنا عندي العجينة، انا راه عجنتها مشالية الفيديو، مي شوية ديال الطحين ديال الفرن ودرت شوية فينو، شوية ديال الخرطال مع شوية خميرة، شوية ديال الحليب شي جوج معالق، زويتة العود تاهي شي جوج معالق صافي. وعجنتها تما عندي شي 5 حبات شامبينيون، فخوماج غابي، كفتة، هنا موتزاريلا عندي شوية لادان فيمي، شوية البوارو، لاصوص هنايا طوماط فيها تاهي التومة وفيها بزاف لي زيبيس، شوية ديال الزيتون كحل وشوية ديال طوماط سوغيز، وهنايا عندي الدنجال والقرعة مقليين وناشفين مزيان. هنا عندي فخوماج، نتوما اللي عندكم فخوماج هاكي يكون لي زعما سائل، عندكم الجبن اللي عندكم ديروه. وندوزو للطريقة ان شاء الله ونبداو على بركة الله. هنا غادي نطلق العجينة مزيان كيف قلت لكم، انا على حسب هاد المول اللي عندي غندير جوج، غندير وحدة في طاجين داير. هنايا انا زعما العجينة عادية اللي كتعجنو ديما، اللي كيعجنها بالحليب كاين اللي كيعجنها عادي، انا درت فيها غير شي جوج معالق الحليب وجوج معالق الزيت البلدية زيت العود صافي وعجنتها. تما عندي شي 400 غرام ديال الطحين. يكون هنا غنبدا نخلط انا الفخوماج هذاك اللي وريتكم شويه سائل مع الموتزاريلا. العجينه خليتها ارتاحت، راه فيها غير شي نص معلقه، غير المعلقه ديال الخميره، يعني انا ما كنبغيش كنبغي تجي لاباط رقيقه، خليت ارتاحت على ما وجدت هادشي وحطيته حدايا. هنا غادي ناخذ مني خليت هاد الموتزاريلا هي والفخوماج، غنبدا نعمر بهم الجناب. راكم عارفين البيتزا الزوينه اللي كلشي كتعجبو ديال بيتزا هوت، تشيزي كراست ما كاينش اللي ما كتعجبوش. غنديرها بداك الطريقه، هنا درت جوج ديال البيتزات، وحده غنديرها فيجيتاريان ديال الخضيره، وحده غنديرها بالكفته والطبقي. المهم على حسب نتوما في الدار شنو كياكلوا وليداتكم او شنو كتاكلوا نتوما، كل واحد كيعمر بداك الشيء اللي صالح ليه. صافي اون فوا غادي نعمر غنقاد الجناب كاملين غنبدا نسد عليها كيف كتشوفوا في لا فيديو. وانا غنبدا نسد عليها الجناب كاملين عاد ندوز للتعمار. هاد لاباط واخا كتجي رقيقه كتجي هشيشه، ما كتجيش حيت فيها ماشي غير فورس، فيها كندخلوا فيها الدقيق الزرع. انا دخلت فيها هنا حتى شويه ديال الخرطال عندي، وما تنساوش الاعشاب اللي ما كيبغيش يديرها بالزعتر يدير فيها الزعتر. انا هنايا درت فيها واحد الاعشاب عندي موسي ما كيعجبوني. هذه الثانيه حتى هي درتها بنفس الطريقه وسديت لها الجناب. صافي هنا غادي نبدا، كان خاصني نبدا بلاصوص هو الاول عاد نزيد عليه فخوماج، ولكن تلفت درت الفخوماج عاد زدت عليه لاصوص، ولكن بحال ماشي مشكل. انا كيعجبني لاباط تكون فيها الفرماج لتحت. هنا كيف قلت لكم لاصوص طوماط عاديه، طوماط مزيان، كنديرها بطريقه اخرى من بعد نشاركها معكم، ولكن هذه عاديه صوص طوماط فيها الثومه وفيها حتى هي بزاف ديال الاعشاب وزويته صافي. كتخليها تحمر حتى هي وكتخليها في باب الثلاجه عندك، كتبقاو تصايبوا بها بحال هكا بيتزا او شي صوص بغيتوها مزروبين بها، راه كدوز لكم واحد السيمانه في باب الثلاجه ماشي مشكل. هذه غنديرها بالكفته،
انا الكفته باش نفتتها ضروري ما شحرتها واحد شويه حيت بغيتها تفتت، ما صلحليش نديرها سينون كان خاصني نديرها خضراء، ماشي مشكل راه غطيب في الفران عندك هي والخضره، ما صلحليش خصني ضروري ما نطيبهم واحد شويه. نزيد ليا واحد شويه ديال لادان فيمي اللي عندي، غندير شامبينيون فخي، ما عندكمش ديرو ديال كونسيرفي ماشي مشكل. طوماط سوريز حتى هي غادي نزيدها، خلاص هي فخي ما طايبه ما والو. شويه ديال الزيتون مقطع وكتحكوا عليها الزعتر او الاعشاب المنسمه اللي نتوما كتبغيوها. غنحاول هكا نقطعها من الجنب شويه باش داك الفرماج كيخرج كيجي كيعطي واحد المنظر زوين ولذيذ، راه كيجي الجنب ديالها عامرين فرماج. حتى الا ما عندكمش داك الفرماج ديال الطازه بحال اللي درت انا، ندير جبلي انا غير ما كانش عندي حتى هو راه يجي زوين. صافي وندخلوها الفران ديالنا. كم عارفين قياس طيابها دغيا هي كطيب ماشي بزاف الوقت، شي 20 دقيقة حتى 30 دقيقة على حسب الفران. هذه التانية حتى هي غندير فيها البواغو هو الاول، بغيت نديرها كلها خضيرة كتجي حتى هي بنينة بزاف. ماشي ضروري تكون عندك شي حاجة في الدار ديال اللحم او الدجاج، ندير هنا عندي انا الدنجال والقرعه، نتوما ممكن نزيدو حتى فلفله حتى هي كتجي فيه بنينه. جربوا هذه الخضره غتعجبكم بزاف، ممكن هاد تشويو هاد الخضيره تاعي في بانيني علاش لا. تا هو دابا راه كيشوي الخضره هكا كتبقى شويه نيت ما خاصهاش كاع تكون طايبه بزاف. كنزيد الشامبينيون، كنزيد الطوماط سوريس في نفس بحال الشكل نفسه. هنا غنزيد غير واحد شويه لادان في ما بقى ليا غادي نزيدو، كون ما بقاش ما نديروش من الاحسن صافي، حيت بغيتها تبقى غير خضره انا. صافي كنزيد شويه الفرماج اللي بقالي، وندخلهم الفران. وهذه هي البيتزا ديالنا بعد ما وجدات،
المهم كتجي بنينه بزاف، ما نعاود ليكمش. نتمنى لا فيديو ديال هاد النهار يعجبكم بزاف وتجربوها. شكرا على المتابعه ديالكم، ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. مرحبا بكم معايا. المهم راه مشات ليا، بغيت نقطعها باش نوريكم للداخل وداكشي، ولكن كنلقى راسي كيجيب لي بالي راني كنصور ساعه، كنلقى راسي ما صورت والو. المهم هادي ديال الكفته والاخرى فيجيتاريان. الصحه والراحه، تهلاو في راسكم، والسلام عليكم.